بتحداكي وبتحدى اي بنت تجرب الكريم ده وتجيلي وتقولي نتيجته من اول استعمال. النتيجة بتاعته خطيرة، تفتيح، توحيد لون البشر، تخلص من الغمقان، عندك اثار حبوب، عندك كلف، عندك نمش، عندك بشرة غير صافية وفيها بهتان، عندك عايزة تفتحي المنطقة الحساسة والايدين والكوعين والركبتين وتحت الابط. فالكريم بتاعنا النهاردة معجزة في كل المواد دي اللي بتسبب تحيين لون البشرة وتفتيح لون البشرة والتخلص من اثار الكلف للحمل. وكمان المنتج بتاعنا ما بيحتويش تماما على اي مادة من المواد البرابين ولا اي مواد كيميائية بتسبب التهابات البشرة او تهيجها او حك في البشرة. بالعكس، كل المكونات اللي فيها بتساعد على التفتيح وعلاج كل المشاكل. كمان تقدر تستخدميه لتفتيح الكوعين والركبتين وتحت الابطين، يعني تقدر تستخدميه من اول ساسك لحد راسك زي ما بيقولوا. وصف كريم من الكريمات التحفة جدا. تعالوا نتعرف اكتر على طريقة استخدامه ومميزاته والتركيبة بتاعته. لكن فضلا وليس امر، صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الاحمر زر اشتراك، فجروا اللايكات لان الفيديو ده بجد يستاهل ان هو يوصل لغيركم بنية الافادة. كريم اسمه ايزيس يونيتيرن فور وايت، من الحاجات الهايلة لانه يعتبر مرطب، رطب البشرة في نفس الوقت بيخلي البشرة دايما صافية، بيقلل من انتاج الميلانين في البشرة، فبالتالي بيقلل معاه من البقع البنية الداكنة، بيخلي دايما بشرتك متوهجة فيها نضارة فيها حيوية. كمان بيساعد في ازالة كل طبقات الجلد الميت المتراكمة على البشرة، فعشان كده بيحفز انتاج كمية كبيرة من الكولاجين، فبتساعد دايما على ان البشرة تكون مشدودة ويزيل كل التجاعيد والخطوط الرفيعة اللي بتبقى موجودة حوالين منطقة العين والفم والجبهة. بفضل احتوائه طبعا على مكونات اكتر من رائعة زي مادة الهيدروكين المبيضة وحمض الكوجيك وحمض الجلياكوليك وحمض الاسكروبيك، كل دي مواد فعالة هدفها ان هي تبيض وتشيل كل التصبغات والبقع الداكنة وتوحد لون البشرة بأمان وفاعلية. ولكن للأمانة يعني لو هتستعملوه لتفتيح المناطق الحساسة فيفضل طبعا ان انت تستشيري الطبيب، مينفعش تستخدميه لتفتيح المناطق الحساسة الا باستشارته. اما للوجه او الجسم فتقدر تستعمليه بكل امان وكل فعالية، ولكن طبعا بتستخدميه بطريقة معينة وبكميات صغيرة جدا. ينصح طبعا ان انت تغسلي ايديكي كويس وتجففيها قبل وضع الكريم وتحطيه على بشرة تكون نظيفة وجافة، بتسيبيه من 25 لـ30 دقيقة. اهم حاجة ان انت تدلكيه كويس عشان البشرة تمتصه، وتشطفي الوجه كويس جدا بالمية الفاترة. وينصح ان انت تستخدميه بالليل، ولو هتخرجي في النهار فمهمة قوي 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 ان انت تهتمي بوضع واقي للشمس عشان تتجنبي اي التهابات او تهيج. المنتج مناسب لكل انواع البشرة خصوصا البشرة الدهنية. ما ينفعش تستعمليه لو عندك مشاكل جلدية الا تحت اشراف الطبيب المتخصص، ولكن غير كده فهو مفيد جدا 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 خصوصا للسيدات البنات مقبلات على الزواج المحتاجة كريم يبيض وفي نفس الوقت امن وفعال. اتمنى اكون وفيت وكفيت ووصفت كل يعني قلت كل حاجة تخص الكريم. لكن لو في حاجة عايزة تسأليني عليها بخصوص هذا الفيديو او فيديوهات سابقة على طول بدون تردد اكتبيها لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد على اكبر عدد من الاسئلة. بحبكم، دمتم حبايبي في امان الله.